شدوا الحزام بقى، لان احنا هنتكلم على جهاز المناعه، وده بعد ربنا سبحانه وتعالى هو ده امان الجسم. قوي مناعتك ازاي وتخلي بالك ازاي من صحتك وما تبقاش عرضه للاصابه باي فيروسات او جراثيم ممكن تلاقي انها بتهاجم الجسم. مش بس دلوقتي تخافوا او تتحسسوا او تقلقوا اكتر عشان احنا في فتره الكورونا، ربنا يعافينا يا رب ويرفع عنا الوباء، بس عموما خلوا بالكم كويس جدا من الفصول الانتقاليه والفترات الانتقاليه. خلوا بالكم من الاكل. تعالوا، يمكن ضيفتي الجميله كنت بتكلم معاها قبل الهوا كانت بتقول لي احنا فعلا نتخلص من فكره الوجبات السريعه والجانك فود وفكره الاقراص والمكملات الغذائيه الغير طبيعيه. طب ما احنا عندنا حاجات حلوه كتير. احنا كنا بنتكلم على اكله المصريين اللي واخدين عنها فكره غلط ان اللي ياكلها ممكن يتصلب كده ويعني وما يركزش، بالعكس اللي هي طبعا الفول، بالعكس ممكن تاكله بشكل صحي وامن ومفيد جدا جدا. تعالوا نشوف بقى قائمه طعام، نحاول اركز لكم على الاكلات اكتر. لو عايزين تاخدوا مكملات غذائيه اوميجا 3 وزنك، وانا هكتب كمان معاكم ازاي ناكل الاكلات دي وهي موجوده في ايه، وكمان اللي هي في متناول الجميع وعلى قد ايد كل ست بيت مصريه عايزه تقدم لاسرتها واولادها اكل صحي وامن 100%. اسمحوا لي بس ارحب بضيفتي الجميله اللي انا اعجبت باسمها لان هو اسمها مميز شويه، دكتوره نادره سيد يوسف، باحث بمعهد تكنولوجيا الاغذيه مركز البحوث الزراعيه. اهلا بيك يا دكتور، نورتيني. اهلا وسهلا بيك، انا اللي اتنورت بيكم، ونهار جميل ان شاء الله. نهار جميل وسعيد بوجودك معانا وبالمعلومات الحلوه اللي هتديها لنا النهارده. خلينا بقى نروح على تخصص حضرتك اكتر، يعني حضرتك باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، فانت عارفه بقى خبايا الاكل والحاجات المفيده. خلينا ناخد الحاجات الاساسيه يا دكتور اللي هي بتقولنا جهاز المناعه اللي هو مسؤول عن حمايه الجسم من كل حاجه. ازاي ممكن نقدر نقوي جهاز المناعه، وهل في بعض الاجسام بتكون اكثر حساسيه للاصابه ببعض الامراض؟ اهلا وسهلا بيكم، انا سعيده جدا ان انا اكون معاكم النهارده. اول حاجه لما نيجي نتكلم عن جهاز المناعه بنقول ده من اهم اجهزه الجسم اللي هو بيقاوم الامراض واي اجسام غريبه بتهاجم الجسم الانسان، فهو بيكون التصدي او حائط الصد الاول ليها. اما نقول في عوامل بتاثر على جهاز المناعه، في عاملين مهمين جدا. اول حاجه العوامل الاوليه اللي هو الموروثه، اللي هي بيبقى عباره عن عيب خلقي في الطفل مولود بيها اصلا. تاني حاجه، ودي بتبقى قليله جدا. تاني حاجه العوامل الثانويه اللي هي العوامل المكتسبه اللي هي بيكتسبها الانسان في مراحل عمره المختلفه. العوامل دي بيبقى عليها مؤثرات بتاثر عليها هي اللي بتضعف من جهاز المناعه. اولا اول حاجه سوء التغذيه. لو انا ما خدتش العناصر الغذائيه المهمه اللي بتفيد صحه الانسان وبتقوي جهاز المناعه، دي بتضعف المناعه. تاني حاجه العمر، التقدم في العمر. لو الواحد مثلا بيبدا بصحته كويسه وبعد كده في سن الشباب ما بيراعيش الاكل الصحي والمتوازن، بعد كده بيوصل على 40 سنه بيلاقي نفسه حصل له وهن او ضعف، بعد كده بيدخل على 50 على 60، ده كل ده بيزيد مع تقدم العمر، بتقلل المناعه. الادويه، لو الواحد اخد كميه من الادويه كبيره جدا وملهاش اي لازمه بتاثر على جهاز المناعه وبتضعفه. الامراض المزمنه زي مثلا ربنا يعافينا ويعافي الجميع امراض السرطان والروماتويد، كل دي بتاخد كميه كبيره جدا من الكيماوي والاشعاع فبتاثر على جهاز المناعه. كمان عندنا لو انت في امراض زي السرطانات والايدز اللي والانفلونزا والعدوى بقى اللي بناخدها من بعضينا، ده بيعدي ده بده بيعدي ده في الاماكن المغلقه. لو واحد شايل الطحال ده ما بيقومش بان هو بيقاوم الجراثيم والبكتيريا اللي موجوده في الجسم، فبيبقى عرضه اكتر لضعف في جهاز المناعه. حلو قوي. طب خلينا ناخد الموضوع بقى دكتور من البداية، يعني نقوي مناعة أطفالنا إزاي، وخصوصا برضو خلينا ناخد في الاعتبار حاجتين عشان نبقى حاسين بالأم المصرية. يعني الأطفال في الأول بيبقوا متعبين جدا، وحتى لما تيجي تنزلي المدارس أو الحضانة بيبقى صعب قوي إنهم يفطروا، دي حاجة. الحاجة التانية الجو المحيط مليء بقى بالجانك فود والفاست فود. زمان في الجيل القديم شوية كان الجانك فود بتاعهم الكشري والفول من بره البيت، لكن دلوقتي بقى عندنا 1000 نوع ويمكن أكتر من 100,000 نوع
للوجبات السريعه. فنبتدي معاهم ازاي، نقاس الصح ازاي عشان نقويهم ويبقى جسمهم صحيح وسليم. الاطفال هم المستقبل. الطفل ده لما بيتولد ما بيكونش يعرف اي حاجه في الدنيا، الام هي اللي بتبدا تعرفه على الدنيا الخارجيه. فلما اجي اقول السنتين الاولانيين الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا جدا جدا، هقول في ناس كتيرة ما بتكملش السنتين. طيب أنا عايز أقول الست أشهر الأولانيين رضاعة طبيعية ما تنزلش عنهم. بعد الست أشهر أنا ببدأ أدخل الوجبات. إيه اللي المفروض الأم تعرفه؟ لازم تعرف تدخله إيه في كل فترة عمرية. يعني مثلا في الست أشهر أبدأ أدخل إيه اللي هو محتاجه. أول حاجة في الست أشهر الأولانيين سبحان الله بيبقى الطفل عنده اكتفاء ذاتي من كمية الحديد اللي موجود عنده، فبيبقى مش محتاج حديد. لكن بعد الست أشهر لازم أدخله الحديد. أعرف الحديد ده موجود في إيه في الأكلات. الحديد ده موجود في الألبان، موجود في البيض، موجود في الأسماك، موجود في الخضروات والفواكه. فأبدأ أدخل كل فترة عنصر معين معايا من الطفل. يعني مثلا أبدأ أخد أول حاجة زي الزبادي، أبدأ بعد ست أشهر أدخل له الزبادي، أحط له عليه نقطتين ليمون، ما النقطتين ليمون دول فيتامين سي. أحط له معاه حاجة بسيطة عسل أبيض، ما دخلش سكريات في الفترة الأولانية خالص. فبعد كده ببدأ أن أنا مثلا أدخل عليه أعمل اللي هي زي السريلاك والكلام ده كله، بس ممكن تبقى في البيت، أعملها في البيت زي البسكوتات والحاجات دي كلها وأدعمها بحاجات تانية. باجي مثلا البيض لازم أديله بيضاية. فأنا بعمل وجبة غذائية الطفل، لازم كل فترة أدخله حاجة. احنا كمان كانت عندنا عاده حلوه قوي ان امهاتنا علموها لنا وجدودنا، ان انا ما بديش الطفل كميه من الاكل مره واحده، انا بعمل عمليه حاجه اسمها ايه بلحس. كنا زمان نسمعها كده تيتا تقول ايه لحس العيل. لحس العيل ليه؟ لان في بعض الاطفال بيبقى عندهم حساسيه مثلا من البسكوتات، من اللي هي زي حساسيه الحبوب والبقوليات والكلام ده كله. فانا لما لحسه بحاجه بسيطه ولاحظه بقى هل حصلت عليه اعراض، حصلت حاجه على الجلد، حصل طفح، حصل اي حاجه، لا مفيش، يبقى انا خلاص ان الحمد لله الوجبه دي معانا متكامله. احنا كنا بنقول، حضرتك بتقولي على اكله الفول، اكله الفول دي لو معلقه فول واحده وحطيتي عليها نقطتين زيت زيتون وحطيتي عليها عصره ليمون، انت خدتي بروتين وخدتي فيتامينز وخدتي نسبه دهون محتاجها الجسم في اكله واحده. هو انا مش لازم ادبها فول ب10 ترغيفه ولا اخد طبقين ثلاثه عشان اتصلب ومبقاش قادر اتحرك؟ لا، اخد الكميه واحتياجاتي اللي انا محتاجاها الضروريه. صحيح. والحلو كمان في الموضوع ده ان احنا لما نيجي بقى نعدي مرحله التاسيس ونخش على بناء الجسم بقى، ان احنا خلاص الجسم بيتغير ومرحله المراهقه وغيره، هل في بعض الاطعمه يا دكتور بتبقى خاصه بالمرحله العمريه دي؟ هي مش، ما فيش حاجه خاصه بعمر معين. كل الاطعمه وكل الوجبات تصلح لمراحل العمر كلها، هي بس الاحتياجات هي اللي بتفرق. يعني مثلا ما جيش طفل بيبقى لسه بيبني في جسمه واقول ياخد نسبه بروتين قليله، لا ده محتاج نسبه بروتين عاليه عشان يبني اجهزه الجسم وبناء الجسم والعضلات. لكن ما جيش مثلا لواحد عنده 60 سنه وادي له نسبه بروتين عاليه، ده بالعكس هيكون حمل على الكلى وعلى الكبد. صحيح. فمثلا احنا عندنا حاجات مهمه جدا للاطفال ولازم ان احنا ننتبه ليها ان احنا ندخلها لهم، زي مثلا التونة والسلمون والمكاريل، دي من الأسماك المهمة جدا اللي بتحتوي على الأوميجا 3 اللي بتزود المناعة عند الأطفال وعند الكبار طبعا. لكن لا، الأطفال بنبقى محتاجة أكتر في الفترة العمرية دي عشان أقدر أحافظ عليه. ومش الطفل إن أنا محتاج إن أنا أديله أدوية أو مكملات غذائية في الفترة دي، فأنا بحسنها له إن أنا أديله مواد غذائية. كمان عندي مثلا مهم جدا إن أنا أديله البروكلي. البروكلي ده من المواد الغذائية المهمة جدا اللي فيها أغذية مهمة، فيها عناصر غذائية مهمة، عناصر وفيها كمان نسبة بروتين بتقوي عضلة القلب والدورة الدموية. فما تيجي الام مثلا تقول للطفل عنده سنتين مش عايز ياكل البروكلي بشكله ده، لكن ممكن انا اسلقه في شويه
ميه بسيطه جدا، ما تبقاش ميه كتير عشان ما يبقى ما افقدش فيها العناصر الغذائيه، وهرسها واحطها على بطاطسيه مسلوقه تغير الطعم وتغير النكهه بتاعتها، فياكلها الطفل بشكل جميل جدا. الموزايه، الموزه فيها نسبه بوتاسيوم عاليه جدا، فمحتاجها الطفل وخصوصا الاطفال اللي بداوا يدخلوا المدارس، فانا حلو قوي ان انا اديها له الصبح او اديها له في اللانش بوكس بتاعه موزايه ياكلها على فتره النهار، بتنشط الذاكره وبترفع من نسبه البوتاسيوم وتزود النشاط الدوره الدمويه. عندنا كمان الطماطم، في ناس كتيره جدا بتتغافل عنها، لانا كلها نيه فيها ماده الليكوبين، الماده دي بتنشط الذاكره وبتعمل سرعه في الدوره الدمويه حلوه جدا، وفيها عناصر معدنيه غنيه فيها زي الحديد والزنك. دي لو انا بعصر الطماطم كده اعود ابني ان هو يبقى واقف جنبي، يا سلام، وادي له شويه كده عصير ويشربهم، دي حاجه حلوه جدا. انا بعوده على العادات. انت بتقولي انت مش قادره تقاومي اللي هي زي الاعلانات وزي المواد السريعه اللي موجوده وكل ده، انا بقاومها بايه؟ ان انا بعوده من الاول، لان هو بيبقى عامل زي حته العجينه بالظبط، انا اللي بشكلها، ما بسيبوش لحد تاني يشكلها، ما بسيبوش طول النهار للسوشيال ميديا، ما بسيبوش للتلفزيون بيسمع حاجات انا ما اعرفهاش، لا انا اللي بديله، انا اللي بسمح له، انا اللي بقول له خد ده. خلينا نقول مثلا زي السبانخ، السبانخ فيها عناصر مهمه جدا ومفيده جدا، لكن كلنا بنتغافل عنها وما بنحبش ناكلها، وكمان لو اكلناها مطبوخه بتبقى فقدت الكثير من العناصر بتاعتها. لو انا استخدمتها زي الجرجير مثلا واكلتها طازه مع السندوتش الجبنه الصبح عرقين كده، لا ده في كمان ناس بقى وامهات شاطره جدا بقوا يحطوها في العصير، يحطوها مع العصير عشان يعملوه بلون اخضر جميل يجذب منظر للاولاد، وفي نفس الوقت انا بخليهم ياخدوا القيمه الغذائيه. الكيوي كمان، الكيوي من الحاجات المهمة جدا اللي بتنشط عضلة القلب وفيه مواد غذائية وعناصر مهمة جدا، والكيوي منتشر عندنا بصورة جميلة ولونه أخضر ومادة الكلوروفورم دي بتقي من أمراض السرطان، فاحنا مستفادين من الحاجات الطبيعية اللي عندنا. أنا كل يوم الصبح لو عودت ابني يقف جنبي وتعالى اعمل شوية العصير دول واشربهم، دي هتبقى أحسن من أن أنا أجيب له عصير وأدهم له بالعصير بالشيء الفلاني وغالي، لكن لا مفيهوش نفس القيمة الغذائية اللي أنا هعمل كوباية العصير في البيت قدام. صحيح. حملي على الأم، مش هقولك لا، مش كل أم بتشتغل عندها شغلها وعندها بيتها وعندها ده، لكن لو تعالي نفكر فيها شوية أن لا، هي لو هي علمت الطفل ان هو يعمل كوبايه العصير قدامها، عودته يعني ايه تعالى نقول غذاء صحي امن، تعالى شوف ده، تعالى نعمل ده طعمه حلو جدا، انت عملته انا هشربه، انا كمان لازم اتعود اشرب واكل الحاجه الصحيه قدام اولادي. للاسف كتير من الشابات اللي هم في سن الامهات الصغيرين دلوقتي هم اصلا ما عندهمش طاقه ان هم ياكلوا اكل صحي، هم عايزين اكل سريع بسرعه بسرعه تخلص الليله وخلاص، وبعد كده ندور على البيبي ياكل ايه. لا، وعندنا منتجات كمان دكتور مهمه جدا زي مثلا البنجر وغيره من الحاجات اللي فيها حديد، ولكن ندخل كمان معاها فيتامين سي عشان الجسم يمتصه. وانا مع حضرتك ان احنا لو شكلنا، حتى كنت بشوف فيديوهات والله السوشيال ميديا ساعات بتبقى فيها حاجات كتير مفيده، البنجر والجزر والبرتقال وجبة عصير متكاملة، ده حقيقي، انت خدتي فيتامين سي وفيتامين اي وزنك وعناصر معدنية جميلة جدا. ولو الطفل كمان بيهمه الشكل وبيجذبه الحاجات، انت ممكن تعملي له حتى سمايلي فيس كده، وش مبتسم، او تعملي له شكل قطة او ارنوب، في حاجات كتير قوي ممكن تحبب الولاد في الاكل. انت كمان عوديه ان هو اللي يعمل ده بنفسه. أيوه. هيحبها اكتر وهيتعود عليها اكتر وهيبقى هو اللي حابب يعمل لك. انت عوديه، اعمل لي انت كوباية عصير النهاردة، شوف حتى هتديني عصير ايه. طبعا احنا بنحافظ وبنتجنب حاجات كتيره جدا، اهمها طبعا الاطعمه السريعه دي، العصاير الجاهزه، بنتجنب طبعا التدخين واذا كان سلبي او الانسان بيدخن، بنتجنب ان احنا ما نعملش رياضه، الرياضه دي مهمه جدا 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 لتقويه جهاز المناعه، لان انا لو مش لازم رياضه ان انا اروح جيم ولا اروح نادي ولا اعمل ده، لان يا جماعه لو همشي كل يوم نص ساعه هاخد ابني في ايدي كده ونمشي مع بعض نص ساعه ونجري ونلعب، النص ساعه دي هتغير مودي وهتغير مودي انا كمان. صحيح.
فهنرجع البيت هنقدر نعمل كوبايتين عصير، هنقدر نعمل اكل، تعالى اقف اعمل معايا ومش عارفه ايه. انا عارفه ان ده بيبقى صعب على الامهات ان هم بيخربوا قصاد الحاجه اللي بيعملوه بالهم طويل. وانا مع حضرتك ان هو عايز صبره وبيبقى مجهود زياده، لكن في الاخر بيؤتي بثمار وثمار حلوه. طب خلينا نروح بقى لموضوع البرد، وان احنا عايزين نقوي مناعتنا في خصوصا واحنا داخلين خلاص على الشتاء، واحنا داخلين كمان على الخريف. كل الناس يمكن اللي مناعتهم قويه بيكونوا برضو عرضه لنزلات البرد. نحافظ على نفسنا ازاي؟ نحافظ على نفسنا الاول زي ما احنا بنعمل الاجراءات الاحترازيه دلوقتي، الكمامه والكحول في ايدينا، ما نحاولش ان الاختلاط الزياده عن اللزوم، نقعد في اماكن نقعد في اماكن مغلقه، لازم تكون جيده التهويه. لازم ان انا الصبح قبل ما انزل ان انا اعود نفسي ان انا اخد مثلا حاجه زي فيتامين سي، اخد برتقان، عصير برتقان، عصير ليمون، جريف فروت، فراوله طبعا غنيه برضو فيتامين سي، الكيوي زي ما احنا قلنا الكيوي ده فيه ضعف الكمية اللي موجود في البرتقال. فانا لو انا اهتميت واخدت واحدة الصبح اكلتها او عملتها عصير، دي بتبقى حلوة جدا جدا جدا، بتديني انا كمية فيتامين سي كأنها بعمل ايه، جهاز دفاع كده قدامي كده، ان ما اقدرش اخد او مثلا ايه اكتسبش الفيروسات بسهوله، ما تعديش بسهوله، كل الكلام ده كله. طبعا ان انا حافظ ان التيارات الهوائيه، ان انا ببقى عارفه الشتاء مثلا الصيف الخريف، ببقى مع ابني في كميه في اللبس اللي هو بيلبسه، ما يبقاش مثلا احنا لسه احنا دلوقتي في الخريف ما يبقاش اللبس قليل جدا، وابقى اقول لا ده لسه في الصيف اصله بيعرق اصله بيعمل، لا خلي بالي من الحتت دي والتيارات الهوائيه. احنا برضو داخلين على المدارس، وساعات بيبقى فيه وفي مدارس بالفعل ابتدت بيبقى فيه اختلاط زياده يا دكتور، واحنا بنبقى قلقانين والامهات خايفين. وان انت تحكمي الطفل ان هو يلبس الفيس شيلد دي حاجه برضو مش بتبقى مضمونه قوي، فطمنينا وطمني الامهات يعني، وايه الاجراءات اللي المفروض ياخدوها مع طفل واحنا عارفين طبيعه الاطفال؟ انا لو عودت الطفل ان هو يغسل ايديه بكل فتره بسيطه، يعني كل مثلا بين حصه وحصه بتبقى فيه 5 دقائق 10 دقائق، انا بلفت نظره ان هو لا، وبعلمه في البيت ان هو يقوم في الفتره دي يغسل ايديه كويس بالصابون بالكحول رشه خفيفه. طبعا انا ما بفضلش الكحول بنسبه كبيره للاطفال علشان الصدر، يعني بيبقوا هم لسه جهاز التنفس بتاعهم ضعيف مش قوي، كمان الكحول ده بيعمل يعني بيخلي الجلد ناشف، فبرضو الجلد ده مهم جدا لجهاز المناعة، ده بيبقى حائط الصد الأول. لو أنا خليته مش في نسبة الرطوبة بتاعته فأنا كده ما استفدتش حاجة، فأنا هستخدم الكحول بس بنسبة قليلة. أهم حاجة أن أنا كل شوية أغسل إيدي، أهم حاجة أن أنا أدواتي اللي أنا بستخدمها محدش تاني يستخدمها، يعني كوباية المية أو إزازة المية بتاعتي محدش ياخدهم، اللانش بوكس بتاعي أنا بستخدمه، الأكل بتاعي لازم أكله كله وحافظ عليه. وطبعا إحنا بنناشد بقى اللي هي المدرسين دلوقتي والمشرفين في المدارس ان هم يبقوا تملي معاهم، بحيث ان هم يعملوا تباعد بين الاولاد ما يكونش في التصاق الجامد. ده انا اتمنى وان احنا ناخد كل اجراءاتنا الاحترازيه ونهتم بالتغذيه، لان الاغذيه او التغذيه السليمه هي اهم حاجه، اهم حتى من الدواء او اي تدخل اخر غير طبيعي للجسم. انا بشكرك يا دكتور، ممتنه جدا على وجودك معانا النهارده، وفعلا فكرة ان احنا نلتزم بكل هذه التعليمات ده شيء مهم جدا. انا عايزة بقى يعني ملخص كده، الخلاصة في كبسولة صغيرة كل ام تحطها قدام عينيها، ازاي فعلا تبقى هي دي اساس الحياة، او زي ما بيقولوا كده نمط الحياة، ما يبقاش بس فكرة ان احنا خايفين من البرد والانفلونزا، ولكن يبقى ده اسلوب حياة. اول حاجة تتجنب الاكلات اللي هي غير مطبوخة والاكلات السريعة اللي هي ما بتبقاش صحية. تاني حاجة لازم اخد الاحتياجات الاساسية من البروتين والفيتامينز والاملاح المعدنية كل يوم. انا طبعا ده تقول لي ازاي انا مش متخصصة ومش عارفة، لا دي حاجات بسيطة جدا ومعروفة وتقدر ان انت تعرفيها بسهولة جدا في احتياجات الاطفال من سن يوم، كل 6 أشهر بتقدري تغيري كمية البروتين اللي هو محتاجها. يعني مثلا في الاول بيبقى محتاج مثلا 100 ملي جرام، هقدر احسبهم على طول يجوا من ايه. مع كل فترة زمنية بنقدر ان احنا نغير الاحتياجات الغذائية دي بحيث ان الطفل ياخد احتياجاته الغذائية.
ما اعرضش الاطفال ان هو ياكل كميات، انا ما اهتمش ان هو ياكل كميات كبيره جدا او كربوهيدرات عالي، والاقي الطفل مليان وجسمه سمين وهو في الاخر صحته ضعيفه. فانا اهتم باحتياجاته الغذائيه الاساسيه علشان بعد كده ان هو يقدر يقوي جهاز المناعه عنده. صحيح، بشكرك يا دكتور. دكتوره نادرة سيد يوسف، باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بالبحوث مركز البحوث الزراعيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني. خلوا بالكم كويس جدا من صحتكم، الصحه اهم شيء في الدنيا، ومحدش فينا بيستحمل ان ابنه او بنته يتعبوا او اي حد من اهله، فربنا يحفظ حضراتكم جميعا، ودايما يا رب يكون جهاز المناعة وصحتكم أعلى، وده بالتغذية الصحية السليمة من البداية. وأنا حد من الناس بقعد أتضايق أقول لأ إحنا خلاص بقى في إيقاع سريع، وإحنا كبرنا شوية وبقينا فعلا مع الوقت والمجهود والشغل ممكن إحنا ككبار ما نهتمش، بس ده غلط وده شيء صعب جدا، اللي حتى الإنسان بيبقى عبارة عن شوية عادات اتعود عليها. صدقوني والله العظيم لو خدت قرار النهاردة انك تغير اي عادة، هتتعب، هتاخد وقت، لكن في الاخر هتتغير، مفيش حاجة يعني بتدوم، الدوام لله وحده. لسه مكملين، فاصل قصير وعلى طول راجعين، استنونا بعد الفاصل.